شباب اعملوا منشن لصاحب النصيب وخبروا انه السيد علي شرفنا اليوم بهالاوبل جراند لاند اكس التوربو 2019 اللي مصدرها شركه لبنان حتى نصورها على خدمه عرضها الان. خليكم واحضروا الفيديو للاخر. بنبلش بالضوء الليد، السنسر الامامي، لين اسيست، بارك اسيست، ولونها طبعا مميز وبيكفي انها طالعه من شركه لبنان وريفيزيونها بالشركه لليوم. هيدا الجونت 18 هاي سحبات الاوبل ويلا على النهائيات. هون كاتبين انها توربو البسنسر وكاميرا على الارير، وطبعا مثل ما اتفقنا مصدرها شركه شباب. الداخليه لون جلد اسود ودرزي بيضاء. شباب الداخليه سوداء مع درزي بيضاء، ملتي فانكشن ستيرنج، هيدي الشاشه تاتش، شوفوا معي البارك اسيست، لين اسيست، وهيدي الكاميرا والسنسر على الارير. جلد اسود والدرزي بيضاء، شوفوا التضليع ولا احلى من هيك، كانه ريكارو هالفرش يا شباب. شباب هاي كبسه اللين اسيست وهي كبسه البارك اسيست، هون بنتحكم بكل شيء بدنا، وهيدا الفريم الايد الكهرباء. فاذا يا شباب مين ما طلبوا اوبل مصدرها شركه لبنان 2019 ما يتاخر يتواصل مع الرئيس علي، مثل ما دائما بنقول الله يبعد ضربات ويهني صاحب النصيب. صوره وسعر على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.